المقطع الأخير شاهده. طبعاً المقطع جاني ساعتها وأنا ماني داري مين اللي سواه، جاني من الدكتور أحمد المحفوظ، بعدين راسلني قال لي أنا اللي سويته يا عمي، اللي هو حفيده حسين بن إبراهيم بن حسين بن إبراهيم كشميري. حنشوف معانا بيبي حسين. الصوت موجود على الفيديو، متى سجلته هذا؟ هذا الكلام قبل سنة ونص تقريباً، في أكتوبر 2020. جدي وقتها كان بدأ يتعب وكان في زيارة لنا في بيت أنا، فأنا قلت له يا جدي إيش في نصيحة لك توجهها لي اللي في عمري؟ فقال لي هذا الكلام، وأنا من دافع حب لي سجلت له للذكرى يبقى. إيه؟ ويوم مات قلت خليني أسجله وأحطه في مقطع قصير عشان الناس يدعوا له ويتذكروا دائما. والحمد لله مقطع أنا أرسلته في جروب واحد من ذاك الجروب انتشر لمئات الأشخاص الحمد لله، الله يرحمه إن شاء الله يتقبل. من خلف ما مات، الله أنت سمي جدا ومن بره تكون زيه أحسن بإذن الله. الإنسان لا مشي بالصدق وبالأمانة بالإخلاص بعمله مع ربه قبل كل شيء، هذه هي سنة الحياة. تقوى الله والصلاة هذا شيء، والصدق المعاملات والاحترام للكبير والصغير والأدب هذه من المهمات مهمات الحياة، وأهم شيء الصدق والأمانة والمعاملة الحسنة مع الناس عشان الناس تكسب ود الناس. كل ما كان الإنسان هادي ومتسامح كل ما كسب ود الناس، كل ما تكون هادي ومتسامح يعني ما تقعد تدقق ماشي طنش. والوفاء، الإنسان يوفي مع الناس في المعاملة سواء الفعلية أو المادية، فالإنسان يكون كذا يكون محبوب.